ولمناقشة مستجدات الملف السوري ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المتحدث باسم فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية وائل علوان. سيد وائل، مرحبا بكم. يعني قصف عنيف متواصل على المنطقة، 183 مدنيا سقطوا ضحية هذا القصف العنيف، لكن السؤال هنا يعني أين باتت اتفاقية خفض التصعيد التي تم الحديث كثيرا عنها من قبل روسيا ومؤتمر أستانا؟ نعم، تحياتي لكم. اتفاقيات إقليمية كثيرة وتفاهمات وتوقيعات لم تترجم على أرض الواقع في الغوطة الشرقية. لم يوقف إطلاق النار هناك في الغوطة الشرقية أي من الاجتماعات أو الاتفاقيات سواء الثنائية أو الإقليمية، واستمرت قوات الأسد في إمعانها في الحل العسكري بدعم كامل من قبل روسيا الاتحادية. اليوم هناك مجازر هائلة جدا، هولوكوست كما يوصف، في الغوطة الشرقية، وهناك تصريح من وزير الخارجية الروسي أن الروس ممعنون في الحل العسكري تماما كما فعلوا في حلب. هو يتكلم ويتبجح عن إنقاذ أطفال حلب. هو بحلب قتل العشرات والمئات من الأطفال والأبرياء والمدنيين، كذلك يفعل الآن في الغوطة الشرقية. كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا والبراميل المتفجرة، استخدام غاز الكلورين، كل ذلك نفذ في الغوطة الشرقية بمشاركة روسية كاملة. طبعا صمت المجتمع الدولي هو المسؤولية الأكبر التي بها يقتل أطفال الغوطة الشرقية ويقتل المدنيون هناك بالحصار والتجويع ونقص الدواء أولا، ثم بهذا القصف العنيف جدا الذي تشهده الغوطة الشرقية اليوم. سيد وائل، لم يتم تطبيق أي من هذه الاتفاقيات مع إصرار المعارضة على حضور هذه المسرحيات الهزلية. هناك أنباء تتحدث عن وجود اتفاق أحادي بين أحد فصائل المعارضة في الغوطة والنظام، ما مدى صحة هذه الأنباء سيد وائل؟ يعني أنا أتكلم باسم فيلق الرحمن. نعم. لا يوجد أي تواصل مع قوات الأسد المجرمة الإرهابية، لا سابقا ولا لاحقا. كان هناك تواصل مع الروس في أغسطس آب 2017 من العام الماضي، ووصلنا بعد مفاوضات إلى اتفاق تم الإعلان عنه في ذلك الوقت، ولم تنفذ منه روسيا شيء أو لم تلزم نظام الأسد بتنفيذ شيء منه. بعد ذلك كان هناك في الشهر 11 من العام الماضي مباحثات لإخراج من تبقى من هيئة فتح الشام، هي تحرير الشام المعروفة بجبهة النصرة، عددهم يقارب 200، لكن روسيا بعد أن رأت أن الفصائل جاهزة بشكل كامل لتنفيذ هذا الاتفاق أعلنت أنها لا تستطيع إخراجهم، مع أنها في اتفاق أغسطس كانت تعهدت بضمانات إخراجهم إلى الشمال السوري. هذه الذريعة وغيرها من الذرائع وبعض المناطق التي لا تحتاج إلى ذرائع ربما، نعم، مسلسل الحصار ثم القصف ثم التهجير مورس عليها. لكن نعد أن الغوطة الشرقية أمرها مختلف تماما. فصائل الغوطة الشرقية مستعدة لدفاع عن الغوطة، وهي ليست الآن محل اختبار، لأنه سابقا تم الرهان على قوات النخبة من نظام الأسد من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، ولقيت حتفها وأحبطت عمليات اقتحامها بشكل كامل في معارك استمرت لشهور، بل هناك آلاف من القتلى سقطوا من قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني، ودمرت المئات من مدرعاتهم وآلياتهم. لذلك الغوطة الشرقية بفصائلها اليوم لديها خبرة واسعة، لديها إمكانيات ومقومات لصد هذه الهجمات. لكن سيد وائل، يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يلمح إلى إمكانية تكرار سيناريو حلب في الغوطة، هذا يشير إلى أن النظام ربما ماض في معركته حتى السيطرة على الغوطة. تعتقد المجتمع الدولي يوافق أو موافق على هذه الخطوة سيد وائل؟ يعني نحن لا نرى أن ما قاله لافروف هو تلميح، بل هو تصريح بالإمعان في الحل العسكري ونسف جميع الجهود السياسية. نحن نؤمن أن روسيا لم تكن في يوم من الأيام راعية للحل السياسي. نؤمن أن روسيا غايتها وبوصلتها هو تعويم نظام الأسد المجرم وفرض الحل العسكري على جميع المناطق. الحل السياسي بالمنظور الروسي هو الاستسلام الكامل لنظام الاستبداد الأسدي المجرم. لذلك سؤالك عن موضوع السيناريو حلب، نعم، نحن سنقاوم هذا السيناريو ولا يمكن أن نسمح لسيناريو التهجير
بأن يكون في الغوطة الشرقية، لكن الكارثة الكبرى هي الكارثة الإنسانية التي لا تحصل اليوم في الغوطة الشرقية إلا بسبب هذا الموقف مما يسمى المجتمع الدولي. يعني التصريحات والبيانات، بيان اليونيسف، تصريحات ستيفان دي مستورا، تصريحات الأمم المتحدة، القلق دائما الأوروبي والغربي، بريطانيا وفرنسا يهددان بمجلس الأمن، ونحن نعلم أن مجلس الأمن مشلول بشكل كامل بفيتو روسي. يعني اللجوء دائما إلى مجلس الأمن هو حيلة العاجز، أو هو حيلة من يريد أن يكون عاجزا عن اتخاذ أي تصرف. لن ينقذ أطفال الغوطة ولن ينقذ المدنيين فيها بيانات ولا اللجوء إلى مجلس أمن مشلول لا يستطيع اتخاذ أي قرار مع وجود الفيتو الروسي. وربما هم الدول الغربية تلجأ إلى مجلس الأمن أمام شعوبها لكي تعذر نفسها من هذا التخاذل ومن هذا الموقف الذي هو انتهاك صارخ لقانون هم وضعوه، هو القانون الدولي الإنساني. يعني اليوم قتل الأطفال وقتل المدنيين على مرأى ومسمع العالم كله، وهناك قوانين تلزم هذه الدول باتخاذ إجراءات وليس فقط اتخاذ مواقف أو إعلانات. طيب، ما دمنا نتحدث عن المواقف دعنا ننتقل إلى التصريحات. أيضا نبقى في التصريحات، نحن أوردنا لتلميح لسيرجي لافروف، ولكن التصريحات الدولية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقر أو صدر إقرار بقصف الميليشيات القادمة من نبل والزهراء. في ضوء هذه التطورات العسكرية وأنت متحدث باسم فيلق الرحمن، هل من الممكن حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وقوات النظام في المستقبل المنظور سيد وائل؟ نعم طبعا، أنا عندما أتكلم باسم فيلق الرحمن، فيلق الرحمن موجود في الغوطة الشرقية، ليس له وجود في الشمال السوري. طيب، عندما أتحدث في الشمال السوري أتحدث كناشط سوري، كمحلل، كمتابع لهذه الأخبار في الشمال السوري، ليس لدي دقة معلومات عما يحصل في الشمال، لكن تماما واضح أن الخطوة الاستفزازية والحمقاء من قبل النظام السوري هي خطوة أحادية الجانب. هناك تفاهمات إقليمية، تفاهمات بين تركيا وإيران وروسيا على موضوع عفرين وموضوع القضاء على التنظيمات الانفصالية الإرهابية هناك، والتي لطالما كان من تحت الطاولة هناك تواصل بينها وبين نظام الأسد، هناك تبادل مصالح بينها وبين نظام الأسد سواء شرق الفرات أو في غربه. تركيا ماضية في مشروع استئصال القوات الانفصالية الإرهابية هناك التي هجرت العرب السنة وهجرت الكثير من سكان تلك المناطق وارتكبت هناك أبشع الجرائم. طبعا هم يعتمدون على التزوير وعلى فبركة الكثير من المعلومات والصور حول ما يجري في عفرين. القوات التركية تستهدف هذه القوى الانفصالية، ماضية كما قلت القوات التركية هناك، والأرتال العسكرية بالفعل تم استهدافها. طيب، والمؤشرات كلها والأخبار تدل على أنها تراجعت فورا، لكن قد يكون هناك تسلل من نبل والزهراء كونه قريبة جدا على منطقة عفرين، تسلل لأفراد، تسلل لمجموعات، لكن موضوع الأرتال وموضوع المشاركة العلنية من قوات الأسد أظن بعد هذه الضربة التركية. طيب، إذا ما تحدثنا عن مصير عفرين بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دخول قواته وأيضا الجيش الحر على مركز عفرين، تعتقد إيران وروسيا ستصمتان سيد وائل؟ هذا ما أعتقده طبعا. يعني تركيا في النهاية أمنها القومي والتخلص من هذه المجموعات الإرهابية، لا سيما أنها مجموعات مرتزقة، يعني ليس لها ولاء لجهة دولية أو إقليمية معينة. أنا أتحدث هنا سيد وائل عن الموقف الروسي الإيراني. الموقف الروسي الإيراني متماهي بشكل أو بآخر بموضوع عفرين مع الموقف التركي. يعني هناك تفاهمات مع الموقف التركي الذي دخل إلى عفرين بشبه توافق بين هذه الدول الثلاث التي تشكل فيما بينها منصة للتفاهمات في المنطقة كاملة وليس فقط في عفرين. لذلك يعني أنا أنظر إلى المستقبل القريب استمرار العملية العسكرية التركية، بل بزخم أكبر، والآن وصلت أخبار أن 1200 من الجنود الأتراك من قوات النخبة تتوجه إلى عفرين هناك لتوسيع نطاق المعارك هناك. الجيش السوري الحر مدرب ومجهز بشكل كبير هناك ويخوض
أشرس المعارك. نعم سيد وائل. ولن لن تجرؤ يعني القوات النظام السوري بشكل أحادي مرة أخرى على أن تتدخل في بهذا الشكل. من إسطنبول عبر الأقمار الصناعية وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، شكرا جزيلا لكم.